رفض لمسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل من قبل مختلف فئات المجتمع الأردني تجسدت في طرد الفريق الوزاري المكلف بإجراء حوار مجتمعي في معظم المحافظات لشرح بنود القانون واستطلاع آراء المواطنين الأردنيين قبل عرضه على مجلس الأمة تمهيداً لإقراره. قانون مجحف وظالم حق المواطن الأردني وحق الطبقة الوسطى واللي أقل من الوسطى اللي تقدر تقول انتهت زمان يعني. الناس بكلهوة ضريبة الدخل إيش؟ كل الشعب الأردني مديون، ولا كل مش مديون، كله مديون. بدهم يدفعون ضريبة؟ ما في معنى مصارف ضريبة. القضية هي في عنا أزمة ثقة اليوم بين الشعب وبين الحكومة. ما في عنا خدمات حقيقية مقدمة مقابل قانون مقابل الضريبة بشكل عام. في عنا أزمة ثقة بمردود على العوائد المادية وين بتروح عمالها. تعديل قانون ضريبة الدخل كان السبب الرئيس في الإطاحة بالحكومة السابقة، حيث تسعى حكومة الدكتور عمر الرزاز إلى إجراء نقاش موسع مع أبناء المجتمع الأردني من خلال فتح باب الإدلاء بالرأي على موقع ديوان التشريع وجولات الوزراء في المحافظات لإقناع أبناء المجتمع الأردني بقبول التعديلات، حيث أكد الرزاز في أكثر من اجتماع ولقاء على عدم المساس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة. ما نسعى إليه كما قلت في الشرائح هو أن نوسع، نعم نوسع الشرائح على الأفراد، ولكن أن نحمي الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وأن الشعب الأردني عايش ببحبوحة بسبب قلة الضرائب. المشكلة مش في قلة مجموع الضرائب، المشكلة بالعبء الضريبي والتهرب الضريبي اللي لمسناه بشكل مباشر. ففي الوقت الذي تم طرد الفريق الوزاري من معظم المحافظات استكمل النقاش في بعضها، إلا أنه لم يخلو من الخلافات والفوضى والمشادات الكلامية التي تتعالى فيها الأصوات رفضا لمسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الأردني، حيث يجمع المراقبون على خطورة إقرار القانون في هذا التوقيت. نقاش وجولات مكوكية لحكومة الدكتور عمر الرزاز يقابلها رفض شعبي لمسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الأردني، ليبقى مجلس الأمة هو الفيصل في إقرار القانون أو رفضه أو إجراء تعديلات جوهرية على بنوده. دام الكردي، قناة الغد، عمان.